لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. سعيد بعث رسالة لدبول لإيضاح موقف تونس من التطبيع مع إسرائيل. علق الدبلوماسي السابق عبدالله العبيدي على تكليف رئيس الجمهورية للقيام بزيارة من نبيل عمار إلى عبد المجيد تبون، قائلا أن جانبا كبير من فحوى الرسالة سيوضح موقف تونس من مسألة التطبيع. وأشار العبيدي إلى تدخله في برنامج إلى أن تعزية تونس للمغرب استحالة المرور الأخير الذي أسفر عن سقوط عديد الضحايا واستقبال رئيس الجمهورية لوزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، دفع رئيس حزب الجزائري مؤخرا إلى الحديث عن عملية التطبيع التي يمكن أن تحدث في تونس. واعتبر الدبلوماسي السابق أن تونس اليوم مخترقة على عادة تعبيره، لافتا إلى أن القناصل والسفارات لا تتحمل مسؤولية تأخر منح جوازات السفر أو الوثائق للتونسيين المقيمين بالخارج، لأن المسألة مرتبطة أساسا بوزارة الداخلية. وبعد قول عبد القادر بن كرينة أن زيارة الإمارات إلى تونس للتطبيع مع إسرائيل، بعث الرئيس التونسي قيس سعيد رسالة إلى عبد المجيد تبون ليوضح ذلك، حيث أن فحوى الرسالة تفيد بعدم التطبيع مع إسرائيل والتضامن مع فلسطين وعدم الحديث عن عملية التطبيع التي يمكن أن تحدث في تونس.